كل حالات احنا نستنكروا ارتفاع الملاحقات هذه اللي هي غير معقولة وغير مقبولة بالمرة، واللي يتبين انه فما امر منظم لاستهداف الصحفيين، وليس فقط استهداف الصحفيين المتابعين ولكن استهداف قطاع الصحافة بشكل عام، لانه الملاحقات هذه جرى عليها اشياء خطيرة، انه كثرت اكثر الرقابة الذاتية في غرف التحرير في وسائل الاعلام ولدى الصحفيين ايضا، خلق مناخ من الخوف لدى الصحفيين، وبطبيعة الحال هذا ما ينعكسش على القطاع فقط، هذا ينعكس على المجتمع ككل، لأنه الحق في المعلومة هو حق أساسي من حقوق الإنسان. نحن الآن نقف مرة أخرى على أهمية هذه الحقوق، وليست مجرد يعني مسألة تعني النخب، هي تعني كل الأطراف، حقوقيين، نقابيين، سياسيين، محامين، ما فماش جهة تنجم تتكلم وجهة أخرى ما تنجمش تتكلم. السلطة واضحة الأهداف نتاعها، علينا أن نوحد نحن كذلك أهدافنا، السلطة تحب تضرب كل صوت، فعلينا نحن كل الأصوات التي تبحث عن حرية تساند بعضها البعض. اليوم نحن في قضية هيثم والياس كأشخاص صحيح، نحن في قضية لصحفيين صحيح، لكننا نحن في قضية دفاع على الرأي عام، وذلك علاش الجميع معني. هو البحث هذا يجري في سياق كامل، في سياق نتاع استهداف حرية التعبير في المطلق، استهداف الصحفيين بأكثر دقة، واستهداف موزايك راس. ما يلزمنيش نقول حاجة تصعب على بوتار ربطيتو، ما يلزمنيش نقول حاجة تصعب على خليفة قضيتو، وتو ما يلزمنيش نقول حاجة تصعب عليا وعلى الياس قضايا نزال. أنت صحافي ما قول لي خويا في بلاصتي كيفاش تخدم، قول لي خويا أنت في معناها كان جيت عندك نفس الظروف اللي عندي أنا تو كيفاش تخدم خدمتك. ثبت من خلال الأبحاث وأنه المسنة معناها محاولة لتوجيه الأبحاث بتاع الياس اتجاه توريد هيثم، الأبحاث طوالت برشا مع هيثم مكي رغم تمسكه بالمرسوم 115 المنظم مهنة الصحافة وحرية التعبير، لكن رغم ذلك أصروا على توجيه الأسئلة المتعلقة بمحتوى العمل الصحفي والمضامين والتنسيق بداخل الإذاعة، يسألوا ويعاودوا على الممثل قانون الإذاعة، وهذا بالنسبة لنا فما نالوش مجال أصلا في الملف هذايا. ثم مع الياس كانت الفترة متاع سماع أقل، في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال انتهت السماعات، كانت الطريقة متعبة ولكن ضمنت المحاضر ما صرح به منوبين دون زيادة ودون تحريف ودون نقصان. اللي يحيرنا في الملف هذايا هو تصرف النيابة العمومية اللي تتعمد التنكيل بالمنوبين وتتركهم في حالة سلب حرية غير مقنة، والمشرع ما نصش عليها، ممنوعين من الخروج، ممنوعين من الاتصال بالعائلات بالإطار المحيط الخارجي لهم، والنيابة على ذمتها قعدوا 3 ساعات ونص دون أي وجه قانوني، القانون ما ينظمهاش المسألة هذه، حالة الميزة ديسبوزيسيون في المشرع الفرنسي نظمها، تونس ماش منظمتها، ورغم ذلك يسلبوا حرية العباد الوقت هذا الكل في انتظار قرار اللي الملف وصلوا من الساعة الواحدة بعد الزوال، ولكنه تنكيلا بالمنوبين تعمدوا أنه ما يخرج القرار كان مخر، وربما موازين القوى وحالة الالتفاف حول الملف وحول حرية التعبير والإعلام هي اللي خليتهم اليوم يخليهم في حالة صراح. الملف سيواجه إلى محكمة تونس للنظر في توجيه التهمة ثم إحالتهم على مجلس جناحي لتعيين جلسة. بسمع عليكم تعيتوا رياضة.